الملعب، وزميلنا طبعا العزيز الزميل كريم احمد، عايزين نعرف منه الاجواء. كريم اتفضل. برحب بيك يا كابتن هيثم السعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا طبعا ولضيفك الكريم الدكتور فؤاد عبد السلام. ان شاء الله النهارده كلنا نفرح، مباراه قويه جدا طبعا، النادي الاهلي طالع الجيش في نهائي كاس مصر، لكن باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين، عندنا لعيبه نجوم فيها للنادي الاهلي، عارفين قيمه شيرت النادي الاهلي بشكل كبير جدا. ان شاء الله النهارده تكتمل الثلاثيه اداء اكثر من رائع لفريق الكره الطايره على راسها طبعا الكابتن محمد مصلحي. يعني نقدر نقول من مميزات فريق الطايره هو قرب السن بين اللاعبين وقرب المعلومات وقرب التداخل الكبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي وكابتن محمد مصلحي وكابتن محمود جمعه وايضا كمان كابتن تامر تايجر، توليفه رائعه جدا سواء من المدربين او لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله كل الامور دي تكلل بالنجاح النهارده ويقدر النادي الاهلي يحقق الفوز، لان ان شاء الله تكتمل الثلاثيه. مجهود كبير جدا، ويمكن الحمد لله يعني نقدر نمسك الخشب الفتره اللي فاتت، بطوله الدوري العام، بطوله السيدات كره السله، بطوله السيدات كره الطائره. ان شاء الله كمان النهارده يكون اسبوع مليء بالانتصارات ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يحصل على لقب بطوله كاس مصر. اجواء اكثر من رائعه النهارده في صاله نادي اصيل طبعا ب 6 اكتوبر، كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومميز جدا. ينقصنا ان شاء الله بقى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. تواجد طبعا كالعاده يعني متواجد من بدري جدا الدكتور سامح حمدي، يعني رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم طبعا، اللي يمكن الحقيقه حابين نحييه على مجهوده الكبير، تسهل لنا امور كثيره جدا. انت عارف طبعا كابتن هيثم، واكيد كل جمهور النادي الاهلي منتظر ان هو يتابع بشكل حصري في مباراه اليوم على شاشه قناه النادي الاهلي، فاكيد بنوجه له كل الشكر على كل الامور الخاصه بتسهيل الدخول والخروج، لان طبعا ان شاء الله باذن الله احنا لينا هدف في قناه النادي الاهلي هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، وتحديدا كمان في الالعاب الالعاب الاخرى تحديدا والالعاب الشهيده زي ما بنقول، لكن مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله كل القادم يكون افضل. انا يمكن في خلال لحظات هيكون معايا الدكتور سامح حمدي اللي حابين نتكلم معاه بقى طبعا على المباراه النهائيه، عن الموسم بشكل عام، للظروف الاستثنائيه الكبيره جدا. دكتور سامح حمدي يمكن وصل معانا، هو برحب بيك طبعا في البدايه دكتور سامح، وسعداء بوجودك معانا، وتحياتي كابتن هيثم السعيد والدكتور فؤاد عبد السلام. شكرا يا كريم، وانا سعيد ان انا يعني تستضيفوني في قناه الاهلي. يمكن زي ما بنقول مجهود كبير جدا ودور كبير تحديدا لفريق النادي الاهلي وايضا لطلاع الجيش ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه، تحديدا كمان لو بتكلم عن النادي الاهلي بتشوف المباراه ازاي وبتشوف الامور بشكل عام، الموسم عامل ازاي؟ موسم استثنائي وكان فيه صعوبات كبيره جدا على كل الفرق، لكن لما نصل للمباراه النهائيه مجهود كبير يحسب للجميع يا دكتور. الحقيقه كانت موسم استثنائي بكل المقاييس، بكل عناصر اللعبه من حكام لمدربين للعيبه، بس الحمد لله الفرق قدرت تلم نفسها بسرعه الحمد لله، والى حد ما المستوى مش بطال كويس جدا لانهم ما خدوش فتره تدريب كافيه، واعتقد ان يعني فعلا الجيش والاهلي وصلوا للمركز الاول والثاني ده عن جداره، والزمالك هارد لاك يعني ما هو طلع المركز الثالث، بس عموما يعني الحمد لله احنا قدرنا نطلع ببر الامان بالبطوله، ما كناش متوقعين ان احنا ان شاء الله نخلص البطوله بالاسلوب ده. الكره اللي طايره في النادي الاهلي حاجه رائعه ومميزه جدا سواء على مستوى السيدات والرجال، يمكن شفنا مباراه السيدات ويمكن بيحصلوا على اللقب للمره 17 على التوالي، ده ارقام قياسيه وارقام تحسب للنادي الاهلي، والنهارده كمان ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. بتشوف كره الطايره في النادي الاهلي ازاي واصرارهم ان هم مستمرين على الاداء ده دكتور سامح؟ لا طبعا النادي الاهلي اقوى فرقه في مصر دلوقتي، وبدليل ان هو مثلا عنده 10 لعيبه منتخب مصر، فطبعا ده الكلام واضح قوي ان مستواهم شكله ايه، وما شاء الله الجيش طالع كويس قوي، والزمالك برضه فرقه قويه، وانا فوجئت بمستوى الاتحاد الحقيقه، الاتحاد مستواه اكثر من رائع بالرغم انه اول مره بينافس، وفي سموحه بس سموحه السنه دي برضه ما خرجت، لكن انا شايف ان يعني المستوى الى حد ما مقبول في نظر للظروف الحياه بتاعت الكورونا يعني. حابين كمان يمكن نوجه الشكر للنادي الصيد طبعا على استقباله للمباراه، لان الحقيقه يمكن سهوله في الدخول والتنظيم وحاجه رائعه جدا طبعا، مباراه كبيره جدا بين قطبين طبعا طلائع الجيش في الكره الطايره والنادي الاهلي، فحابين طبعا نوجه الشكر لكل القائمين على العمل هنا دكتور سامح. لا ده ما فيهم ملا شك في ان احنا يعني ما نقدرش مهما شكرناهم مش هنديهم حقهم ونوفيهم حقهم، انهم عملوا اكثر من واجب و حلوا مشاكل كتير جدا لا تتخيلها مع الجمهور ومع الاعضاء ومع اللعيبه بصراحه، والتنظيم كان اكثر من رائع، ويكفي ان هم استضافونا استضافه كامله، واحنا بنشكرهم على راسهم طبعا كابتن محسن طنطاوي من رؤساء الانديه الممتازين بصراحه يعني، وعايز اقول برضو النشاط الرياضي عندهم على اقوى صوره بيمثلوا اشرف الفار، ويعني شكرا ليهم كلهم اعضاء مجلس الاداره عشان ما انساش حد، كلهم 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 بصراحه قاموا بواجب واكثر من الواجب. شكرا يا كريم، شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للدكتور سامح حمدي، واحد
من رموز الرياضه ورموز كره الطايره تحديدا في النادي الاهلي. كابتن هيثم زي ما بناكد نقول ان شاء الله باذن الله بنتمنى بقى النهارده نشوف الجديه والحماس شخصيه النادي الاهلي في كل اللعيبه عندنا، لعيبه من ذهب، لعيبه الكره الطايره بالنادي الاهلي. ينقصنا التوفيق ان شاء الله النهارده، وباذن الله كالعاده كلنا لقاءات مع اللاعبين، نفرح بالتتويج، وكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون متابع معانا لحظه بلحظه، سواء البث المباشر للمباراه والاحتفال ان شاء الله باذن الله عقب انتهاء المباراه. عوده ليك يا كابتن هيثم من جديد. الزميل كريم احمد، شكرا جزيلا، تغطيه مميزه كالعاده منك. زميلي العزيز كريم احمد.